مشاهدينا الكرام خيرة وطنيه الاولى مساء الخير اهلا وسهلا بكم اجواء ربيعيه بامتياز عشناها اليوم وارتفاع درجات الحراره مثل العنصر الجوي المميز لطقس هذا اليوم الحراره القصوى اللي سجلناها كانت من بين 24 ل 28 درجه بالشمال وبالمناطق الساحليه اليوم وصلت الحراره الى 27 بتونس العاصمه كانت من بين 30 الى 34 ببقيه الجهات خصاص الوضع الجوي لليوم شوفوا بعضنا من خلال تسلسل لسوى القمر الاصطناعي كما لاحظوا لميس حاله السماء ظهور بعض السحب من نوع المرتفع واللي كانت اكثر كثافه بالمناطق الغربيه وبالجنوب ليلا ممكن ظهور خلايا رعديه في بدايه الليل بالمرتفعات الغربيه تكون مرفوقه ببعض الامطار المتفرقه تغسيكون مغيم جزئيا ببقيه الجهات شده الرياح تطلب منا نصيب من التاهب بالسواحل الشمالية تقريباً تصل سرعتها إلى خمسين كيلومتر في الساعة وليلة تتراوح درجات الحرارة من بين عشرة إلى أربعة عشر درجة بالشمال وبالمرتفعات تكون من بين أربعة عشر إلى عشر ببقية الجهات يوم الغد إن شاء الله. تغيرات في الافق بدايه من انخفاض نسبي في درجات الحراره مقارنه باللي عشناها اليوم الحراره القصوى يوم الغد تصل الى 23 بزغوان وبتونس العاصمه 22 بجيت الوطن القبلي 21 ببنزرت وبباجة 22 بجندوبه 21 درجه بسليانه اقل بالكاف في حدود 20 بمناطق الوسط بالقيروان نتوقع 26 درجه 24 بسوسه وبالمنستير 23 بالمهديه 22 بسيدي و18 بالقصرين وبالجنوب صفاقس 23 24 بجابس 25 بمدنين 28 بتطاوين 29 برمادة

24 درجة بجاف سالطقس يكون مغيم جزئيا إلى أحيانا كثيفة سحب بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع نزول بعض الأمطار بالنسبة للملاحة والصيد البحري بالشمال ريح تكون من القطاع الشمالي شمالية غربية فشمالية شرقية سرعتها من 20 إلى 30 عقدة صباحا وتتقلص فعاليتها تدريجيا تقريبا تتراوح سرعتها من بين 15 إلى 20 عقدة البحر يكون شديد الاضطراب فمضطرب بخليج حمامات وبجهة الساحل رياح شمالية شرقية سرعتها من 20 إلى 30 عقدة وتتراجع فعاليتها تدريجيا تقريبا تكون 15 الى 20 عقده البحر يكون شديد الاضطراب مضطرب وبمنطقتي الشابه وجربه وصولا الى جرجيس ريح شماليه فشماليه شرقيه سرعتها من 15 الى 25 عقده والبحر يكون مضطربا كالعاده لديكم فكره حول حاله الطقس في بعض المدن والعواصم الاجنبيه بنقشط سماء صافيه 30 27 بريبات 28 بالدار البيضاء تسحب حاليا كثيفه بالجزائر 19 24 بطرابلس 31 بالقاهره 36 بالمدينه المنوره واعلى بمكه المكرمه تقريبا في حدود 38 درجه ببقيه المدن عربية بالدوحه طقس مغيم 37 33 بالكويت 34 بابو ظبي 27 بدمشق 22 ببيروت 26 بعمان 28 درجه ببغداد واقل بالقدس الشريف تقريبا في حدود 23 درجه ببقيه المدن الاجنبيه باسطنبول 21 حراره مخفضه بموسكو 3 درجات 4 بفيينا مع أمطار 23 باثينا 17 بروما 8 درجات ببرلين 9 بامستردام وسحب عابره بكوبنهاجن مع طقس بارد نسبيا والحراره ايضا في حدود 8 درجات ببقيه مدن الأوروبية بلندن 14، 8 بستوكهولم، 13 بباريس، 11 بجنيف وببروكسل، 18 بمرسيليا، أمطار بمدريد 23 درجة و24 بلاشبونة مع ظهور سحب عبر تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة تخص يكون أحيانا كثيفة سحب على كامل البلاد مع نزول بعض الأمطار المحلية يوم الخميس الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال الشرقية بالوسط وبالجنوب قوية بمناطق الجنوب مثيرة محليا للرمال والأتربة معتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات البحر يكون شديد اضطراب بخليج جابس مضطرب ببقيه السواحل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره نتوقع ارقام تكون من بين 18 ل 23 درجه بالشمال وبالمرتفعات من بين 22 الى 27 ببقيه الجهات وباستثناء اقصى الجنوب تتواصل نسبيا مرتفعه في حدود 32 درجه. يوم الجمعه الطقس كثيفه سحب على كامل البلاد مع امطار بفعالية اكبر خاصه بمناطق الوسط وبالجنوب، الرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال تتواصل شرقيه بالوسط وبالجنوب، قويه قرب سواحل ومعتدله الى قويه نسبيا داخل البلاد، البحر يكون شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية مع انخفاض نسبي أيضا في درجات الحرارة مواعيد شروق والغروب اليوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في الخامسة و41 دقيقة غروب في الساعة السابعة إلا ثلاث دقائق لمزيد من المعلومات والإرشادات الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي www.meteo.tn تبعثوا إرساليات قصيرة ولا تتصلوا برقم الموزع الصوتي 88 40 40 شكرا على حسن المتابعة والاهتمام إلى اللقاء